السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جبنا لكم معشوقه المغاربه جولف 7 جي تي دي بلوتو 7.5. هذه هي الفيس ليفت اللي خرجت دابا جديده. نورمالمون كيف ما كتعرفوا ان الجولف مطلوبه بزاف في المغرب، كلشي كيحماق عليها. كتجي في المرتبه الثانيه اودي ا 3، وموراهم اللي خرجت دابا تنافسهم هي المنافسه الثالثه، هي لا مرسيدس كلاس ا. بلا ما نطولوا عليكم في الانترودكسيون بزاف، ندخلوا لكم نيشان لا فواتور شنو تزاد فيها. عندنا تبدلات لا كالوند في لي فيس ليفت شحال اللي كنقولوا بحال بروسلي وجاكي شان، كيكون واحد الاختلاف صغير شويه د الانتيغور شويه د الاكستيغور، باش الشركات كيحركوا لي موديل ديالهم شويه كيزيدوا في المبيعات ديالهم. غنبداو، جا الباغشوك شويه مبدل، جاو فيه كيلكو لين شويه اغريسيف، هنا الضو ما جاش وخلوهم بالنسبه للايروديناميك، ما بقاوش هنا كيشعل الضو. ليليد جاو فيهم كيلكو موديفيكاسيون، شوفوا ليليد كيفاش ولاو في لي فار، ولات طومبيل بلوس اغريسيف و بلوس لوكسيوز نقدروا نقولوا. اون فيت هادو كيف ما قلنا رجعوه فتحات ديال الايروديناميك باش طومبيل تزيد تقبل ريح كثر وتزيد لاكسيلاسيون ديالها كثر حتى لا فيتيس ماكسيمال تطلع لها كثر. بليس دو سا عندنا تقابي كيف ما كنقولوا دائما، هادو سبيسيال باش كيبردوا الغادياتور والموتور. عندنا هاد لي لين هادو كيعاونوا في الايروديناميك، حيت هادي ماشي فواتور سبورتيف، هادي فواتور بحال باك سبورتيف ولكن ماشي سبورتيف 100%. جاو كيلكو موديفيكاسيون عندها بالنسبه للي جونت والانتيغيور. غنبداو بلي جونت. نورمالمون لي جونت جاو مبدلين صراحه، جاو بحال شي فرفاره وهي مايلين شويه، يعني الطوموبيل ملي كتكون ماشي كيعطيو واحد الديكور شويه مزيون واعر اتيرون. بالنسبه لوغو ديال جي تي دي بقى لو ميم كيف ما هو في نفس البلاصه ديالو، مرايات بقاو لي ميم لا ميم شوز. عندنا لاليت الباب بقات نفس الشيء، ما تبدل والو من غير لي جون. اون فيت كيف ما كتشوفوا لو فار ديال اللور حاولوا تا هما يعملوا كيلكو موديفيكاسيون، منهم قلدوا لودي في لي كلينيو طون ديناميك. دابا الصراحه لي فواتور كاملين تبعوا السيستم ديال لودي بالنسبه لي كلينيو طون ديناميك، الصراحه كيعطي واحد الديكور واعر بزاف. ما نورمالمون هادشي اللي تبدل، شي حاجه اخرى ما تبدلاتش من اللور. دابا غنمشيو للكوفر نشوفوا تبدلات فيه شي حاجه. كيف ما كتعرفوا فولكسواغن ديما نفس الفتحه، الكوفر كاباسيتي ديالو 380 لتر هكذا، الا طيحتي كراسه كتزاد طبعا. بالنسبه للكوفر ما تبدل فيه والو، لا ميم شوز. بريز 12 فولت عندك هنا في تعمل مثلا الزيت، تعمل الماء، تعمل شي حاجه كتحتاجها. بالنسبه لي شي حاجه اللي تحتاجها كوم اوتيل، عندك هنايا بومبا ديال الريح، يعني ليكيبمون ديال السكور اكسيتيرا. اصلا هاد البلاصه تقدر تستغلها لحاجات اخرين. ودابا غندوزو للانتيغيور اللي كاملين باغي تعرفوا شنو الحاجات اللي تبدلوا في هاد الجولف هادي. يلا معنا. بالنسبه للانتيغيور تبدل واحد شويه، الفولوم بقى هو كيف ما هو. بالنسبه للايكرون رجع التاكتيل، بوتون ستارت ستوب كوم توجور، بواط دي اس جي 7 رابور دو فيتيس.
كاين هنا البوطون ديال لي مود، كاين بوطون ديال ستار اند ستوب، البوطون ديال الاو اس بي، والبوطون ديال باركينغ رادار. الفران بقى كيف ما هو، لوتو هولد بقات بلاصتو كيف ما هي، بلايص في تعمل الماء تعمل شي حاجه، لا ميم شوز تعمل الشارجور ديالك. ها هو عندكم هاد البلاصه هادي كتوكيو عليها، وفي نفس الوقت عندك هنا اون بلاص في تحط دي شوز ديالك اللي عندك مهمين. بالنسبه عاوتاني كاباسيتي باش تخبع، عاوتاني لا ميم شوز هنايا بوطاغون، هنايا كاين كارت ميموار فين داخله كاين جوج بلايص، كاين ليكتور ديال سي دي ودي في دي. هنايا هنا في تحط لي كارت ميموار ديالك اللي كانوا عندك زايدين. بالنسبه لهذا عجبني هذا لو ديزاين هذا اللي عملوه، هو نورمالمون بلاستيك وفيه شويه لينوكس، بالحق الدواور اللي جاو فيه جاو شويه اتيرونت. اون فيت كيف ما قلنا كانوا كلكو موديفيكاسيون، من اهم موديفيكاسيون اللي وقعوا هما الصراحه جوج، ليكرون تاكتيل والكونتور ولا ديجيتال. هاد ليكرون تاكتيل اول حاجه فيها واحد السيستم زاون، كتعمل لها هكذا كتقلب، كتعمل لها هكذا كتمشي، زيد على هاد سيستم جديد اللي تعمل هو اب كونيكت، كتكونيكت مع التليفون، داكشي اللي كتشوفو في التليفون كتشوفو هنايا بالمنيو بداكشي اللي كتفرج كامل. بلوس دو سا فهادي حيدو السيستم ديال الصوت، لحقاش في الجي تي دي نورمال كانوا خمسة الاصوات دابا ولاو اربعة، الصوت مبقاش، نساو شي حاجة اسمها الصوت. لحقاش كيف ما كنعرفو ان الصوت كان كيزيد شوية في لاكونسوماسيون ديالها، وبزاف الناس ما بغاوش، قال لك حنا فواتور ديزل علاش لاكونسوماسيون، بغينا كونسوماسيون نمشيو ناخدو فواتور اسونس نورمال. بالنسبة لاكليماتيزاسيون بقات نورمال، فوات دي اس جي هاد لابلاص كاملة بقات هي لاكلينيت، هاد لا ميم شوز ما تبدلاتش، كلي سامبل. اون فيت كيما كتعرفو الجولف راه فيها جلسة شوية مجموعة، كونفورتابل مي اون ميم طون سبورتيف، خصوصا في هاد لا فيرسون هادي جي تي دي كيما كتعرفو. كتحس انها سبورتيف مي الموتوريزاسيون ديالها ماشي سبورتيفاسيون في الجزء. بالنسبة للي فيراج كتلصق نورمال ملي كيكون لو اس بي ماكتيفي نورمالمون، ولكن مالوريزمون ملي ديزاكتيفا كاين شوية تسليق. بلوس دو سان نقدر نقول لكم عليها. بالنسبة للداخل ديالها بقى تقريبا لو ميم فولون ديال جي تي دي نورمال اللي كنعرفو، جوست كيلكو موديفيكاسيون اللي شفتو معنا في الاول ديال الفيديو. لابوط دي اس جي ديما عاملة الخدمة ديالها، لان دي اس جي دابا هو التوب اللي كاين فولكس واجن في كاع لي موديل. شوية ثقيلة باش كتجي تكسير عليها، باش كترجع لي رابور كتعطل واحد دو سكوند، سي نورمال فواتور ديزل. بالنسبة للسوغان ديالها كونفورتابل، الضمان ديالها خفيف ماشي قاصح شوية، دونك خصكم تردو معاها البال، يعني دغيا دغيا تهرب بيك إلا مكنتيش كتحكم فولون مزيان. لي باليت كيجاوبو دغيا دغيا كتبدل، ماشي مشكل. بالنسبة لشي واحد طويل شوية حس راسو كبير فيها، انا فيه متر و 93، شوفوا الراس ديالي فين طالع. شي حاجه اخرى ما بقى لي ما نقول لكم، وان الحلقه تسالات، وشكرا على انكم كتدعمونا وكتفرجوا فينا، لان اصلا محتاجين لكم في هاد البيريود بزاف باش نقدروا نكملوا في هادشي، لان الا ما عاونتوناش ما نقدروش نكملوا في هادشي. و بارطاج 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 بارطاج، وشكرا والسلام عليكم. Oh.